التزم بالوقت. أيمن التزم بالوقت. أيمن صراحة أول شيء أنا أبغى أقدم تحية لأيمن، يا ريت تحيونا شباب. أيمن من الناس اللي قاعد قد يتطور أسبوع ورا أسبوع، صحيح، في وقفته في حركاته في كل شيء، بس ما لقيت مشهد إلا هواش، يعني يكفي الهواش اللي في الرياليتي، أنت ما لقيت إلا حتى في التمثيل. أنا أصلا ما فكرت فيه إلا تو. والسؤال الثاني، أنت جمعتهم ما طيب توهم متباكسين، ما خفت أنهم يتشابكون مرة ثانية؟ منو؟ الشباب يعني، أنت المفروض فرقت بينهم، بعدين سعد صار كومبارس شغلته، بس جاب عقال سلطان اللي طاح، انا ما شفت دور اللي سعد. لا شفته من هذا اول على اساس الوقت قلت اوكي جميل. لا جميل صراحه، اهنيك يا ايمن في وقفتك، يمكن انا اعطيتك الملاحظات في الاسابيع الماضيه، ايمن كان يمكن كان عنده اهتزاز بالثقه، اهنيك في تطور كبير في حركات ايمن، في وقفته، في جرأته، في نبره صوته. بس يبغى لك شويه تدريب، احيانا صوتك احسه يختفي، ليش؟ صوتي ما يختفي انا، ها؟ صوتي ما يختفي، ما يختفي؟ صوتي لا. ما يختفي باذن الله. يعني انا ابغى زي قاعد اقول لك، ما شاء الله عليك يا ايمن، يعني فعلا من الناس اللي انا تطورهم كان ملحوظ جدا جدا. نعم. يا ايمن اتمنى لك التوفيق.